لا أبدا. طيب خلينا نسمع الأستاذ إبراهيم. أهلا وسهلا بكم في هالأمسية الجميلة، وما شاء الله منورين الاستوديو وعلى رأسنا أبو حسين، حياك الله. فالإخوان كفوا ووفوا. بالنسبة لي أنا أقول التقصير اللي ذكر ما هو جاي مثلا من الولد الشاب بعباطة ولا شيء، إنما التقصير من عنده شوية هو كذا بس. ولا أنا خلينا ندخل في التقصير بعد شوية، يعني خلينا يعني نفند التقصير اللي واجهه كبير السن من واقع المجتمع، سواء من الناس القريبين منه أو من الجهات اللي يفترض يكون لها دور في دعم كبير السن. أنا أبو علي يقول أن كبير السن أو بعض كبار السن أنه يضايق لما واحد يقول له كبير السن، يعني إحنا ما عندنا دراية، وهذه من السلبيات اللي كبار السن أو الناس اللي كبار السن يعني يعانونها نفسيا. أنت تتضايق من الشيء ذا؟ أنا ما أتضايق من الشيء هذا، ومفروض الشايب ما يتضايق من الشيء هذا، لأن لما أقول لك أنا أنت كبير سن أو يا شايب، ما أقصد يعني كلمة أني أحبط فيها ولا شيء، لا من باب يعني الشيء المرح، أبغى أتملح وياك على الكلمة هذه. يعني ما يضايقك؟ إيه أنا ما يضايق، أنا بالنسبة لي ما ضايقني وما أنا شايب أنا، بس إن شاء الله حتى لو كبرت بعدين إن شاء الله تجي وتقول لي إيه. جميل. شايف؟ فمفروض يعني الشياب دول ما يضل ابو صالح والاخي ذا، المفروض لما اقول له شايب يعني اتقبل لما يعطيني نكته من عنده حاجه زي ذا، ما في مشكله، ما انا شايف فيها مشكله انا في كلمه الشايب. لكن بعضهم لما تقول له شايب لا يتضايق. انا مر على واحد يوم اللي بسيارته ماشي وقلت له يا شايب تفضل، قال لي انا اكبر من ابوك. خليتها تركت هنا تحكمها ثقافه المجتمع، هذه ثقافه المجتمع يعني. جميل جدا. خليتها. خلونا نشوف تقرير، عندنا تقرير له علاقة بالموضوع، نشوف التقرير ونرجع نتناقش مع الشيبان. شريحة كبار السن تمثل الظل القديم الذي ترعرعت الأجيال الحاضرة في كنفه، نبجت على أيديهم قيم التربية الفاضلة، ورغم هموم مرحلة أرذل العمر تبقى أغصان الأسر تتكثف من حولهم، فهم نافذة التراحم التي نشرعها على صباح المودة. وكما تشير الدراسات إلى أن هناك نقصا واضحا في درجة التفاعل الاجتماعي بين كبار السن وأفراد المجتمع، وذلك يرجع إلى انسحاب المجتمع عن المسن أكثر من انسحاب المسن من المجتمع. الرعاية والتقدير عبر التواصل مع هذه الفئة يشكل صمام الأمان للتوافق النفسي والعاطفي، فمن حقهم الأسري والاجتماعي أن يبقوا داخل نطاق الخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية والترفيهية، كما يجب علينا أن نحفزهم على العمل المناسب لهم للاستفادة من خبراتهم الناضجة. إن الإيمان بالقدرة على العطاء يحتاج إلى إرادة توقظ الأهداف النبيلة في الحياة، وكما قيل اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، فالناجحون يكتبون حكاية الكفاح من المهد إلى اللحد. Thank you.
الأستاذ أحمد مسك الميكروفون للشباب أبو شهاب طبعا. أي الشباب. هو ذكر نقطة معينة، يقول كبير السن ما يشتكي. واقع هذا؟ صحيح، بعض الأحيان إنه في شياب تجلس معه كالوالد كالوالدة تحصل صامت شوية وساكت شوية متألم شوية، لكن ما يحب يعلمك يخبرك إني أنا مريض. ليش؟ لئلا تتألم. لأن بعض الأحيان إذا أنا أقول لولدي أنا شايب كبير وجالس على جنب يسألني، ما أحب أعلمه إلا إذا لح علي مرة مرتين ثلاث مرات كذا، أقول لا أشتكي مثلا يدي رأسي يا ياخذني للطبيب أو يجيب لي مثلا للعلاج في البيت وأستخدمه. فما أحب أعلمه. ترى الشكوى، أنا حاسس أني إيدي ما أدري إيش، أنا حاسس ظهري، أنا ظهري، يكثر الشكوى. بس الغرض من كثرة الشكوى مو شرط يكون عنده نفس الشيء اللي عاني منه، يبغى يلفت الانتباه، يبحث عن الاهتمام. بالضبط، يعني يبحث عن الاهتمام، لفت الانتباه. مثل الصغار، مثل ما كنت تقول بالأول، أنه ساعات أنه يكون يشتكي لك كثير على أساس أنه أنت تهتم فيه. رأيك في الكلام أبو شهاب؟ صح؟ كلام جميل. الميكروفون لا تنساه. كلام جميل. يعني هذه حيلة تستخدمونها أنتم كبار السن. إي دائما نستخدمها. أنا اليوم تعبان. أنا اليوم تعبان وأنا اليوم كذا ومثل ما ذكر واحد هنا بالإعلام قال جيب الشايب وتحط عنده مشب وتخلي. طيب إذا جبت الشايب وحطيت له مشب تخليه لحاله أو تجلس معه؟ تجلس معه. هنا. يعني يتطلب يعني، فإذا جلس معاه الولد هذا ضيق وقته. أيه. قد يكون موعد لناس يروح يجلس معاهم حاجة شيء. أو مثل ما تفضل أخي جمعان، الوسائل الآن الواتساب والتلفونات هذه لقد عشرة في مجلس، ما واحد يسولف الثاني ولا واحد يقول للثاني شحالك، ولا ينشر عن شيبانه ولا عن أحواله ولا عن شيء. فضيعنا هالواتساب هذا وضيعتنا حتى عن أبونا وعن أمنا بعد. يعني في الحقيقة هو الواقع، حنا مقصرين جدا في تكسير. والتكسير جاي من التكنولوجيا اللي دخلت علينا الآن الجديدة، سوء استخدام مثل ما تفضل الدكتور، فصار فيها تكسير شوي. جميل. أنت تقول في تكسير وأنت تتكلم يعني ما شاء الله بروح شبابية يعني.